يقول السائل: أحد الإخوة وضع في حسابه البنكي مبلغ دون علمه، وعندما استفسر من المختصين أخبروه أن حسابه فاز في شيء من السحوبات البنكية، فقام بسحبه وعزله عن أمواله، هل يرخص له صرف ذلك المبلغ مع مبلغ إضافي أكبر من أمواله الخاصة في مشروع ذي نفع عام كحفر بئر ماء أو تشييد بناء ذي نفع عام؟ أولا لنقرر الحكم الشرعي ثم كيف يتصرف فيها. ما حكم هذه الأموال؟ أموال الجوائز البنكية، والمقصود هنا البنوك التجارية، ولا نتحدث عن البنوك الإسلامية، نتحدث الآن عن البنوك التجارية. ما حكم جوائزها؟ مثل هذا السائل وجد في حسابه مبلغا جعل له، ولما سأل تبين أنه ناشئ عن سحوبات في هذا البنك، والجواز أن هذه الأموال لا يجوز تملكها لأنها ليست بكسب طيب، والذي يجوز للمرء أن يتملك هو الطيبات من الرزق. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فهذه الأموال ليست كسبا طيبا، وإنما هي متحصلة في مؤسسة نشاطاتها التجارية إنما تقوم على المعاملات الربوية في أبسط الأعمال إلى أعلاها، إلى تثمير الأموال والودائع الموجودة لديها وإدارة السيولة، كلها تقوم على وجه من وجوه الربا المحرم شرعا، وبناء على ذلك لا يجوز أخذ هذه الأموال. كما أن البنك إنما جعل هذه الجوائز لأجل أن يروج لنفسه بحيث يأتي إليه الناس ويأتي إليه الزبائن، وهذا المقصد أصلا لا يجوز إعانة البنك عليه أساسا، وبالتالي فمن الوجوه كلها لا يصح شرعا أخذ هذه الأموال. الآن نأتي إلى كيف يتصرف فيها. يكون التصرف فيها بدفعها إلى الفقراء والمساكين بنية التخلص من مال مجهول الأرباب، هذه ليست من الصدقات حتى تجعل في مشاريع خيرية، فإن الله عز وجل يقبل النفقة الطيبة، يقبل المال الطيب، لا يقبل إلا طيبا، وقال: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذا هو وجوه الإنفاق، سواء كان إنفاقا واجبا أو كان من الصدقات أو النوافل، لا بد أن يكون مشروطا بأن يكون كسبا طيبا. أما هذا فليس بكسب طيب، فمصيره أن يتخلص منه، والتخلص منه إنما يكون بقاعدة فقهية معروفة، وهي أن كل مال جهل ربه فالفقراء أولى به، كل مال جهل صاحبه فالفقراء أولى به، يدفع إلى الفقراء بنية التخلص منه. هذا هو الجواب، والله تعالى أعلم. متى ما كان الجواب غير واضح يعني لكم أن تراجعوا أو تستفسروا. واضح الجواب؟ أي نعم، الفقير من حقه أن يأخذه، الأموال مجهولة الأرباب من حق الفقراء أن يأخذوها، لهم أن يأخذوها، حتى ولو علم أن هذا المال، نعم هذا من حيث الجواز، إن أراد أن يتنزه ويتورع فهذا باب آخر، لكن له من حقه، يجوز له أن يأخذ هذه الأموال. وإن علم المصدر، نعم يجوز له أن يتملكها. لا، كان يلفق للفقراء، وإذا كان هذا المشروع هو أيضا يخدم الفقراء بالذات، فما وجه؟ مثل إيش يعني يخدم الفقراء فقط؟ يعني الأمثلة التي كانت مذكورة ينتفع منها عموم الناس، مثلا مجلس عام، نعم لو كانت جمعية تعنى بالفقراء فقط، لو كانت هذه الجمعية تشرف على فقراء ومساكين، فنعم يعني هم من حقهم أن يتملكوا هذه الأموال، ثم بعد ذلك يتصرفون فيها كيفما شاءوا. أيش وصف الفقير؟ الفقير هو الذي لا يكفيه ما عنده لعول نفسه وأسرته، وهو حسب الظاهر أشد فقرا من المسكين. لا، قلنا الفقراء والمساكين، كيف؟ لأن القرآن الكريم وصف أصحاب السفينة في سورة الكهف، قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فمع أنه في القرآن الكريم سماهم مساكين،
لكن قال أما السفينة فكانت لمساكين، يعني تصور أنهم يملكون سفينة لكنهم مع ذلك مساكين. لماذا؟ لأنهم لا يحصلون منها على شيء، أو ما يحصلون عليه من تشغيلهم لهذه السفينة لا يكفيهم، لا يكفي ما يحتاجون إليه من نفقات ضرورية أو حاجية لمعيشتهم. والفقير ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لذي مرة سوي، لغني ولا لذي مرة سوي ولا لمتأثل مالا. لا تحل الصدقة لغني، يعني عنده يسار، عنده كفاف، وبالتالي هذه إذا قيل بأنها يعني مصيرها إلى أن ينتفع منها عموم الناس، فهذا الذي هو في كفاف أو في يسر ليس له أن ينتفع منها، وبالتالي يكون هناك حرج كبير. لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، أي القوي القادر على العمل مع وجود فرص العمل، ولا لمتأثل مالا، أي الذي يظهر الفقر لكنه يجمع الأموال. وقال: ليس الفقير بهذا المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان. فالحاصل أن يعني الفقر أيضا والمسكنة نسبية. كيف؟ يعني قد يكون شخص في زمان وفي بيئة يملك دخلا فيعد فقيرا، لكنه نفس ذلك الدخل في مكان آخر وفي بيئة أخرى يجعله من صنف متوسطي الحال. لنضرب مثالا، لنقول مثلا 500 ريال، دخله الشهري 500 ريال، لكنه يعني ولد في أسرة فقيرة فلا مأوى له، فهو مستأجر لمسكن، ورزقه الله تعالى جملة من الأولاد من العيال، ويعول والدين كبيرين شيخين، ويسكن في مدينة غالية، وآخر دخله 500 ريال لكن ولد في أسرة غنية فورث بيتا من أبيه، وليس له من الأولاد إلا 2 ولا يزالان صغارا، ليسا في سن الدراسة مثلا جامعية، مطالبهم لا زالت يسيرة، ويسكن في قرية المعيشة فيها رخيصة. إذا نفس الدخل، هذا يمكن أن يدخر، هذا الثاني يدخر من هذه 500 ريال، بينما ذلك الأول لا تكفيه قطعا 500 ريال. إذن هذا لما نقول بأنه يختلف من مجتمع إلى آخر، من بيئة، من مكان إلى آخر، من زمان إلى آخر، فكل مجتمع فيه فقراء، لا يخلو مجتمع من فقراء. كيف نصنف الفقراء؟ من كان دون حد الكفاف، من كان دون حد الكفاف فهو فقير. والله تعالى أعلم. واضح الجواب الآن؟ نعم. هي نعم، له أجر التخلص من مال غير طيب، له أجر، لأن هذه أيضا نحن نتحدث، لا تتصور، بعض الناس يسأل وتكون مبالغ كبيرة، ونفوس الناس تضعف حينما ترى هذا المال، وساعتها تبحث عن رخصة شرعية، تبحث عن يعني حد يرخص، لأن المبلغ مغري. يمكن يعني أحيانا لما يكون هكذا، هي يعني ابتلاء الله عز وجل لعباده، نسأل الله عز وجل يعني أن يثبتنا بالقول الثابت وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم. لكن لا تنظر إلى حالك يعني حينما تكون مثلا هذه الجائزة 1000 أو 2000، بعض الجوائز تصل إلى 100,000 ريال، ومع ذلك يتورع الناس عنها. هناك من يأتي فعلا ويقول: هذا كسب يعني أنا لا أرغب فيه، فكيف أتصرف؟ نتحدث عن مبالغ قد تضعف النفوس أمامها، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فقطعا هو يؤجر على هذا التصرف. لا، ما يعيدها للبنك، لأن هي لأموال الناس الذين يتعامل معهم البنك، ولا يعرفهم ولا حصر لهم، لهذا قيل بأنه يعامل معاملة مال مجهول لأرباب. إذن ما ينطبق على هذا الحال، ينطبق على الزكوات بالنسبة لوصف الفقير؟ أي وصف الفقير، نعم، في وصف الفقير يصدق، لكن الزكوات ليست أصنافها محصورة في الفقراء والمساكين، لأن الله تعالى يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هناك 8 مصارف،
فابن السبيل عابر السبيل قد يكون غنيا في بلده لكنه منقطع عن ماله وثروته، لا سبيل إلى أن يصل إلى ثروته، وهو يعني مسافر مهاجر يعان من الصدق. الغارم في أمر ضروري الذي عليه ديون كثيرة في أمر لا إسراف فيه ولا تبذير، لكن لضرورات الحياة قد يكون متوسط الدخل في كفاف، لكن نحتاج إلى مسكن، نحتاج إلى الزواج، نحتاج إلى سيارة، ولم يبالغ لا إسراف ولا تبذير، فترتبت عليه ديون ومغارم كثيرة يعان من الزكاة، لكن هو ليس بفقير أصلا. يرفضها، نعم يرفضها، إلا إذا طلب منه التنازل لينتبه لقولوا تعال وقع، وهذاك تنازل منه لموظفين وغير ذلك لا، في هذه الحالة أيضا لا يكون يعني ساذجا عليه أن ينتبه ويحقق.